كره اليد. كره اليد في دوري الرجال الاهلي فاز مباراتين في الاسبوع اللي فات على نادي الجزيره ونادي وتعادل مع نادي الزمالك. فاز على نادي الجزيره بنتيجه 32-24 وتعادل مع نادي الزمالك 23-23 في لقاء كان مثير. كان الاهلي متقدم 6 اهداف لكن حصل كلام كتير على تحكيم في مباراه الاهلي والزمالك. لكن اكيد النادي الاهلي مش مستني التحكيم في حاجه، وان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه النادي الاهلي يكون متواجد وبقوه باذن الله. كل رجاله النادي الاهلي هيكونوا عند الميعاد في اخر الدوري باذن الله. النادي الاهلي النهارده كان عنده مباراه مهمه مع نادي الاولمبي في اسكندريه وفاز 26-18. تعالوا نروح لجدول الترتيب لفريق كره اليد رجال في النادي الاهلي في الدوري المحترفين. النادي الاهلي لعب مباراتين، الاهلي والجزيره 32-24 وتعادل مع نادي الزمالك، او الزمالك تعادل مع الاهلي 23-23. جدول الترتيب النادي الاهلي في الزمالك في المركز الاول برصيد 24 نقطه، والنادي الاهلي لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في مباراتين وليه 23 نقطه فارق نقطه عن نادي الزمالك. ولسه قدام النادي الاهلي تقريبا 6 مباريات في الدوري المحترفين. سبورتنج الثالث، هيليوبوليس الرابع، وطلائع الجيش الخامس، وسموحه السادس، والجزيره السابع، والاولمبي الثامن. هنسيب فريق الرجال للنادي الاهلي وهنروح لمواليد 98 مع كابتن يحيى يوسف والفوز على هوليليدو في دوري المحترفين ايضا بنتيجه 30-12. هنروح لجدول الترتيب بعد نهايه الجوله ال 17 نشوف مواليد 98 في النادي الاهلي عاملين ايه في جدول الترتيب. الاهلي لعب في دوري مرتبط محترفين مواليد 98، الاهلي بيفوز على نادي هوليليدو 30-12، ودوري المرتبط المحترفين مواليد 2000 الاهلي بيفوز بيخسر من نادي شمس عفوا 22-21. هنروح لجدول ترتيب مواليد 98 في النادي الاهلي لكره اليد. النادي الاهلي في المركز الاول لعب 16 مباراه فاز 13، اتعادل في مباراتين وخسر مباراه وليه 44 نقطه. نادي هليوبوليس لعب 16 مباراه كسب 13 وتعادل في 2 وخسر مباراه ايضا و44 نقطه، لكن النادي الاهلي هو اللي بيعتلي قمه الترتيب. وسموحه الثالث، البنك الاهلي الرابع، الزمالك الخامس، وستة طلائع الجيش، 7 الجزيرة، 8 الأولمبي، و9 نادي سبورتنج. تعالوا نروح لتقرير عن مباراة الأهلي وليده مع كابتن يحيى يوسف ومروان عاطف وترجعوا لنا مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا بيكم قناه الاهلي، ومتعود منها دايما في ماتشاتنا المسجله والحمد لله. ماتش اليدو ده الماتش اللي قبل الاخير لينا في المرحله الاولانيه دي. انا عارف القوه والحد كلها اليدو قبل الاخير او حاجه كده، فكنت مريح اللعيبه عندي عشان عندي كمان اصابات كتير جدا في الفريق، فكنت مريح معظم اللعيبه وكده، واخد لعيبه من 2000 ومن مواليد 2000. الحمد لله معايا 4 لعيب من 2000، فطبعا بقول الحمد لله المكسب النهارده. وفضل لنا ماتش الاسبوع الجاي سبورتنج، اخر ماتش لينا، وبعد كده دوت المجمعه بقى اللي هي بتحدد الاول والثاني وكده يعني. بس الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين اول الحمد لله، فضل ربنا ويا رب ان شاء الله تكمل على خير. الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين اول، بس الجيل ده كله بجيل 98 جيل كويس يعني، في مش اقل من 7-8 فرق كويسين بصراحه، ويعني بيكسبوا بعض يعني، فاهم حاجه كده. ان شاء الله فرصتنا تبقى كبيره ان شاء الله نكسب وكده. معانا برضو فرق هليوبوليس وزمالك وسموحه وجزيره وبنك، يعني فرق كلها كويسه كجيل كويس يعني. فان شاء الله ان شاء الله نفضل اول، نلعب الثالث والخامس، ان هو بعد كده لو لاقين 6 فرق الاوليين، الاول لاعب الثالث لاعب الخامس، والثاني لاعب الثاني، والثاني لاعب الرابع والسادس، اول لاعب اول والثاني لاعب الثاني على الثالث ورابع، والثالث المجموعه لاعب خامس وسادس. اتمنى ان شاء الله يطلع اول، وان شاء الله نلعب النهائي، ودعواتكم يا رب ان شاء الله. انا عايز اجريهم شويه طبعا شويه عشان بكره هيبقى راحه بالنسبه لي، ونستعد للسبورتنج في اسكندريه ان شاء الله. هنسافر يوم الاثنين شويه، هو الحلم بتاع الماتش ما كانش قوي، فيجروا شويه ربع ساعه تلت ساعه كده كمان، وبعد كده راحه بكره، ونبدا يوم الخميس ان شاء الله التمرين، ونستعد ان شاء الله للسبورتنج في اسكندريه. الماتش هيكون رخم، فاتمنى ان شاء الله تفوز. الحمد لله النهارده على المكسب، الفرقه النهارده كانت نازله مركزه.
كل واحد كان مركز ان هو لازم ينزل يطلع ال 100% اللي عنده، ياكد الكور كلها اللي عنده، عايزين نطلع السكور بتاعنا يكون عالي. الحمد لله المباراه طلعت بشكل كويس يعني. ان شاء الله طبعا احنا عندنا الفرقه بتاعتنا اهم حاجه عندنا اللعب الجماعي، دي طبعا اللي بتميز الفرقه عن فرقه يعني. ممكن يكون في افراد كويسه في فرقه بس اللعب الجماعي مش احنا عندنا الحمد لله طبعا لازم اللعب الجماعي على طول عندنا في الفرقه، فالحمد لله يعني احنا عندنا الميزه دي يعني في الفرقه. زي ما شفنا قدامنا كابتن يحيى يوسف بعد مباراه الاهلي وليده قال ايه على لعيبته. خلينا نروح لمواليد 2000 وكان لعب مباراه النهارده مع نادي الاولمبي وكسبه 30-24. خلينا نروح لمواليد 2000 ونشوف جدول الترتيب بتاعهم قال ايه بعد الجوله ال 15. دوري شباب مواليد 2000 طلائع الجيش في المركز الاول، لعب 14 مباراه وفاز 13 وتعادل واحده ب 41 نقطه. هليوبلس الثاني، الشمس الثالث، النادي الاهلي المركز الرابع. لعب 14 مباراه فاز في 11 وتعادل في واحده وخسر 2 وبرصيد 37 نقطه، يعني 4 نقاط فارق على المركز الاول، ولسه المباريات متواليه معاهم. ان شاء الله باذن الله يطلع لاول ترتيب باذن الله قريبا. الزمالك الخامس، ونادي 6 اكتوبر السادس، وسموحه السابع، وسبورتنج الثامن، ونادي الاولمبي التاسع. بكده نكون خلصنا مواليد 2000. هنروح لناشئين 2005. 2005 لعبوا في بطوله الجمهوريه مواليد 2005، والنادي الاهلي بيفوز على نادي هليوبلس 29-14.